عم الجاي معايا الفلوس اصلا. انت عارف اللي هو مش عارف يبقى هنا ليه؟ بسبب ان الجيد نزل لتحت ما بيعرفش يطلع هنا. عارف لو كان لسه فوق كان ناجح. 8 ربع ساعة. وعدة المحاولات محدودة؟ ايوه عادية. لا يعني انا فشلت فيها. اخش تاني، اخش تالت، اخش رابع، مفتوحة. لا لا بيك خمس مرات بس تدخل تغير الوقت. تدخل وتغير الوقت، انت داخل على اللعبة، حد يقول لك العب، ما تلعبش، قوم راجع وراجع الوقت تاني، تلعب عادي. براحتك. زي الصوم. الصوم حصتك يعني. مالك؟ شو هو ليه؟ اللي بتعمله في الفاضي. بس. بس. شوف بقى الشوف. استنى ما شغلها لك. لا تقع. أنا حاسس بيها. أنا حاسس بيها. أنا حاسس معاها. ايه انت فين الصور؟ انا جنبك عارف الوقت التاريخ مخليه عشان انا مش هكلمك عشان ما تقولش انت اللي بوصل لي دلوقتي بس حاول تكسر وتقول لو كسرت هتعرف افهم اللي عندك هي فاهم الضرب جوه بيهم تكسير على فكره مش بالضرب ماشي تكسير مش بالضرب على فكره تكسر حاجات جنبها انا اقعد تقلي معايا مش عارف مش هعمل حاجه يعني مثلا تفتكر لما بقى تاخد ضرب وجنبها ثابت دول هيروحهم دي لو مش عارف لسه جديد عليه انما مش لازم مخطط فيها لا قنبلة Thank you.
يا ابني ده ما بلحقش. المشكلة اللي بالبلد اهو بالكسب يعني بيقدر يخبط في انا كل ده قاعد مركز هنا سيبك من اللي تحت عايز اواجه تاجي شطه ليه سعيد في جنبها ممكن تعرف تجيب سلف ده موبايل بقى اصفر زي البيضانة ما تشوفها ريتا ايش بقى
طلع من الاحد هي لا امبلا راح ايه اللعبه كل دول بتلعب يعني ما بتلعب مفيش نت بالنسبه لك هو اللي خش على لك نيم تخشش على واحد ولا على كم بغيا واحد بس تخبط صغير فوق كده وكل الحاجات اللي بيجمد لك تحت تين ام طب منو يعني كده تتحسب عادي يعني انت خلاص احنا بنغير دلوقتي ايه ده؟ ايه الجيم البطار ده؟ يمكن يمكن في شيء صح وعاش نزيلها نزل البلد احسن ما فيش اسم فكري كده لا مليان الوقت خدوا فوق.